Bonjour tout le monde, Ramadan Mubarak Saïd. فطورنا اليوم هو فطور أبتي بخي بثمن جد مناسب سيرفي أطابل وعند ريستوران لو بولفاف. ريستوران لو بولفاف واللي جا في الوازيس في نيميرو 18 رو أحمد أكراد. وريستوران لو بولفاف داير هاد رمضان 2024 فطور سيرفي أطابل ثمن ديالو 159 درهم. En plus, les enfants moins de 6 ans sont gratuits. Donc, l'atfal اللي عندهم قل من 6 سنين راه فابور. ما تنساوش ضروري تتصلوا بهم وتغيزيرفيو باش تلقاو لا طابل ديالكم ديسپونيبل. غنوريكم في هاد لا فيديو الفطور اللي كان سيرفي ا طابل. كما كتشوفوا l'endroit est très agréable ou suffisant pour tout le monde. Les tables déjà préservées, فيهم الحليب, التمر, الشبكية, والبيض. عندكم aussi le jus d'orange, le thé marocain, والماء. Vous avez le choix ما بين la soupe chinoise ou la الحريرة المغربية. Aussi عندكم البسطيلة, les nems, والبريواس بالفرماج. كاين الرغايف, البغرير, كما كتشوفوا معنا دابا. La pizza, والبطبوط معمر. Pour chaque personne, عندكم les grillades en plus d'un plat, واحد من لي بلا اللي غادي نوري لكم tout à l'heure. لي بلا اللي كيتقدموا au fur et à mesure نتوما كتفطروا, دي بلا كيوصلوكم سخونين, دونك كتختاروا ما بين طاجين الحوت, الرفيسه, الدجاج بالتغميره ولا الكفته باتيشه والبيض. من غير هادشي كله كتختاروا واحد من لو ديسير دو جور. اليوم سيتي انتر لا باناكوتا ولا كريم برولي واللي كانت فريمون لذيذه. دونك الفطور هذا كما وريتو لكم كما كتشوفوا معنا دابا كله الثمن ديالو 159 درهم للشخص. ما تنساوش تشاركوا معنا في الجيفواي في انستغرام, راه كاين فطور اغاني عند ريستوران لو بولفاف. وما تنساوش تابوناو في لو كونت تيك توك لي ريستوران دو كازابلانكا. نخليكم مع الشيف زكريا اللي غيوريكم شنو غيقدم اليوم في ريستوران لو بولفاف. كنتمنى الريستوران ديال هذا النهار يعجبكم. نتلاقى معكم انا غدا ان شاء الله مع فطور رمضان وحد اخر في ريستوران وحد اخر, والى اللقاء. زكريا رمضان مبارك. السلام عليكم, رمضان مبارك سعيد, مرحبا بكم عندنا في لو بولفاف. فطور سيرفي اطاب 159 pour les enfants 6 ans, favor ان شاء الله, مرحبا بكم.